واحدة من فقراتنا اللي احنا دايما بنجيف عليها في صباحاتنا السودانية هي فقرة لمن يهمه الأمر، وبنجيف على مجموعة من القضايا المجتمعية واللي أكيد احنا نفسنا إنه احنا نحصل أو نتحصل على مجتمع معافى سليم، وكمان بنبحث دايما نحو التغيير المجتمعي الإيجابي، وبنشوف احنا كمان أدوارنا شنو في المجتمع عشان ما نصل لمجتمع يكون خالي من ظواهر سلبية كثيرة شديد. اليوم نتكلم عن اليوم العالمي لمكافحة التب، والشعار السنة دي هو التب يهدد بيت. احنا سعيدين جدا يكون معنا داخل الاستوديو الدكتوره خالده محمد الحسن، رئيس قسم الاقلاع عن تعاطي التبغ واختصاصي نفسي. اهلا وسهلا بك وصباح الخير. اهلا، صباح النور، مرحبا بكم، سعيده باستضافتكم لي في هذا البرنامج، شكرا كثير لكم. اهلا وسهلا بك، واحنا اكثر سعاده. نتكلم عن موضوع مهم جدا، اليوم العالمي لمكافحه التبغ، وكمان الشعار اللي احنا شفناه، وكيف ممكن الشعار ده يطبق في بيوتنا هنا في السودان؟ بطرق كثيرة طبعا، لكن ابتداء من البيت، لأنه القدوة بتجي، يعني التعليم بيبدأ من البيت. الأطفال بيكونوا قدوة، الآباء بيكونوا قدوة لأطفالهم وأبنائهم يعني بمختلف أعمارهم. دائما احنا بنلاحظ انه الزول بيجي او الطفل بيقلد أبوه، وهو الطفلة بتقلد أمها. فأي ظاهرة إيجابية بيكتسبوها، وأي ظاهرة سلبية برضو بيكتسبوها، ما لم يعرفوا إنه مثلا ده نوع من الظواهر المفروض ما نكتسبها، أو يكون في تعليم لهم أو تنبيه للحاجة دي. طيب، ودائما برضو يعني في جزء برضو من الناس إنه أسرة ما كان قاعد، يعني ما قاعد يكون عندها دور، تمام، أو كانت هم برضو اللي بيتجهوا للظواهر دي، شنو السبب بيكون؟ هل ممكن تكون محاكاة مثلا لظاهرة زي كده في المجتمع، ولا شنو الأسباب الأصل خلت إن الحالة تنتشر؟ الظواهر السلبية هي ما بتكتسب من كافة أطراف المجتمع. لو ركزنا على الأسرة، قلنا كغدوة مثلا الآباء والأمهات، نطلع برا في المجتمع الأصدقاء ممكن يكونوا قدوة سيئة، لو مثلا جينا نتكلم عن تعاطي التب بيكتسبوه يعني كرغبة في معرفة السعادة، الممكن يعني ممكن يدوك معلومة إنك أنت لما تتعاطى نوع من السجائر أو تنباك أو غيره من أنواع التبغ إنه أنا حتحس بسعادة وإنك حتكون نشيط وكذا، يعني بيدوه معلومات بتساعد عليه إنه يرقب في إنه ينفذ. بنلقى هنا مثلا أصدقاء ساعدوا في إنه هنا مجتمع برضو برا خارج، إنه تلقى مثلا شخص كبير شايل السيارة وبيتعاطاها، وفي قبول اجتماعي من المجتمع الحوله. فبيفتكر دي حاجة جيدة، وبيقوم على أساسها ممكن يرغب في إنه ينفذ نفس الحاجة يعني. يعني مثلا لو في جروب بتاع شباب كبار يعني في السن قاعدين جنب في الشارع يعني، وفي مجموعة واحد بياخد في الشيشة والتاني بيشرب في السيارة، المعلومة اللي بتصل للمراهق أو الطفل في سن 12 أو أقل من كده إنه الحاجة دي ما حاجة سيئة، بدليل إنه الناس دي قاعدة والناس مستوعباها يعني، في حين إنه متقبلها فيها كل كمان الأضرار يعني بما فيها الاستنشاق واللي هو بيكون التدخين السلبي الناتج عن انك انت حتى لو ما قدرت تدخن دخنت غصبا عن عينك. تمام. طيب يعني بس معلش دكتوره خالد، احنا هنقيف على جانب نفسي، الاعمار دي ما بتختلف لتعاطي منتجات التبغ، لو كان انت زي ما ذكرت الجانب بتاع اعمار المراهقه او حتى الاعمار الكبيره، والاسباب لكل طبعا لكل عمر عنده أسباب مختلفة اللي هو بيتجه لتعاطي التبغ، زي ما قلت ممكن يكون جزء من الاكتشاف وبعدين خلاص بتبقى عادة الكلام ده. لو جينا لجانب نفسي وقسمنا الأعمار دي وعرفنا أنه ممكن يكون شنو الجوانب النفسية السلبية اللي ممكن تحصل لو ده حصل. طيب، هو بتكون في كثير من يعني هم طبعا زي ما قلت لك القبول بتاع المجتمع للحاجة دي وعدم يعني أي تعليق من داخل الأسرة أو من الناس الحول المجموعة مثلا كانت مثلا قاعدة في الشارع وهي بتتعاطى، بيفتكر الطفل انه، او لو قلنا مثلا عمر الطفل من 6 ل 12 اخذنا ده مثلا رينج من الاعمار، فبتلقيه انه بيفتكر انه الحاجة دي جيدة وحاجة كويسة، ممكن يبتدي يقلدها باعتبار انه دي الناس يعني في حساباته انه ناس قدوة وهم بيعملوها وما في اي انكار للحاجة دي. تاني بتجي تلقي مثلا في سن المراهقه ممكن يكون باعتبار انه خلاص قرب يصل مرحلتهم وبالفهم ده، وانه لازم يستكشف كل الحاجات ويشوف المتعه هم ليه بيعملوا كده، معناه في متعه وفي سعاده بتنجم من التعاطي ده، فبيبقى حريص على انه
يجرب ويمارس، وحتى ممكن يقود معه مجموعة من الشباب في سنه للأسف. طيب شنو الأثار ممكن يعني تنجم عن تعاطي الطب؟ وأقول أثار بنتكلم عن ممكن يكون في الوضع الحالي وكمان اللي بعد كم سنة ممكن يحصل شنو؟ أولا التعاطي طبعا أولا بيفغر البلد يعني على مستوى المجتمع هنا، ومن ثم بيبقى المجتمع الكبير، بالإضافة لأنه بيؤدي للوفاة يعني، لأنه أصلا التبغ ده الاكثار منه، وهو طبعا انواع كثيره ومنتجاته كثيره زي ما عارفين، زي مثلا عندنا الاستنشاق، عندنا الصعود، عندنا الشيشه، عندنا السجاير، عندنا المضغ بالفم، عندنا حتى الكدوس لو بيعرفوا القيلون ده، كلهم دي نوع من انواع التبغ بيستخدم، وكلهم فيهم ماده النيكوتين، والزراعه بتاعته هي ذاتها الورق بتاعه من اوله لاخره كله نكتين، والنكتين ده حاجه خطيره لانها بتاثر في 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 الدوره الدمويه، بتاثر في ضربات القلب، بتاثر بتعمل سرطانات مختلفه في الرئه، في الـ في الـ في البلعوم، في مشاكل في القلب، في التنفس، بتعمل تشوهات للجنين، بتعمل شيخوخة مبكرة، إذا مثلا الأم كانت بتتعاطى ممكن تقول للطفل تحصل له مشاكل في عصب الوجه وكذا، يعني مشاكل كثيرة بتسببها المادة بتاعت النيكوتين الموجودة في التبغ بأنواعه. بعد ذاك ذاته بيجي بيبقى منتجات مختلفة زي ما قلت اللي هي بتكون شيشة وغيره وغيره، كلهم يعني خطورتهم عالية جدا. تماما. طب دكتورة خالدة، يعني انت ذكرتي هسه الاثار وكمان الاضرار، لكن لو عايزين نتكلم مثلا كجانب اول اللي هي الاسرة عندها دور في انه ممكن الناس تحد من الظواهر دي، وانها هي تعالج الموقف قبل ما يعني يكبر ويمشي لمراحل لا قدر الله تبقى صحية. أيوة. وكذا شنو دور الاسرة هنا؟ الاسرة تكون اولا تركز على انها تكون قدوة، قدوة صالحة. كيف تكون قدوة؟ حتى لو انا مثلا اب متعاطي لنوع من انواع التبغ ايا كان نوعه، اكون حريص انه ابني ما يشوفه ده اذا انا متعاطي. يا حبذا لو انا كنت اصلا ما بتعاطى، ما اتعاطى قدامه، ما يكون في يعني الحاجه دي متاحه كده بانها هي حاجه مقبوله. ما هو في مشكله يعني انك انت لما تلقى الحاجه دي مقبوله مجتمعيا او اجتماعيا، مثلا الام مستوعبه انه زوجها سافي قدامها والاب يعني بالنسبه للطفل، فبيفتكر انه الحاجه دي ما فيها سوء، للام علقت او الاب بيمارس الحاجه، بيفتكر انه هو لما يكبر مفروض يكون زيه، لانك انت اصلا اي طفل يعني بطبيعته النفسيه بيكون هو غدوته في الوقت في سنه المعينه دي، انه ابوه هو الغدوه الصالحه له. كل ما يمشي لقدام ويتعرف على ناس اكثر حسب المهارات بتاعت الشخص وتعامله كده بيجذب الزول انه يكون هو قدوته. طيب. فبما انه الاب قدوه فلما يتعاطى بيتيح فرصه لانه الطفل يفكر انه هو ذاته يتعاطى. جميل. دكتوره خالد طبعا بس هرجع للنقطه، انت قبل ذكرتي الاسباب اللي ممكن تخلي الشباب يتجهوا لتعاطي التبغ وكده، انه زي ما يعني ذكرتي ممكن يكون في الشارع في غيره بيشوف انه حاجه عاديه، طب شنو الاسباب بتخلي البنات انه برضه ممكن يتجهوا للحاجه دي؟ برضه نوع من يعني عندهم حسي مثلا فهم انه دي نوع من الحريه، انه حاجه بتجلب لهم السعاده، انه نوع من التغيير، هم كانوا يعني باعتبار ما كان يعني انه كانوا عايشين كبت وهم شايفين روحهم انهم مقبولين وكذا. بعدين بنفس المستوى انه بنلقى في ناس اصدقاء بجروك للحاجه دي، تواجدهم مثلا كل العوامل بتحفز، يعني مثلا مرات لما هم في جامعه ما عليها رقابة، ولو هم مثلا قعدوا في جروب وأخذوا أنواع من السجائر ما في زول جه سألهم، تبقى حاجة عادية، وبيبتدوا أنا بديت وأديت زميلتي وزميلتي أدت زميلتها وهكذا، وتبقى بيبقت مجموعة بتتعاطى وبعد ذاك تجي مجموعة غيره وهكذا. حتى هم ممكن برضو يجيبوا الإيجابيات في الحاجة دي، ما يدوهم السلبيات مثلا، ما يعني ما بتذكر سلبيات التعاطي، ما بتقول لا أنا مثلا حسيت بكتمة نفس والله حصل لي وحصل لي، بتقوم بتقول لها حسيت بسعادة، حسيت بتدي الإيجابيات في التعاطي أكثر من السلبيات، في حين أنه سلبياته أكثر من إيجابيات. طب نجي للخطوة المهمة، خطوات الإقلاع عن تعاطي الدبغ. أهم شيء الرغبة، الرغبة للشخص المتعاطي، وإنت عشان تجيك عشان تأكد على الرغبة دي وتخليها تستمر معاهم، إنك تتكلم لي عن فوائد الإقلاع.
اها. فوائد الاقلاع انك انت لما تقلع اولا حيحصل لك تنفس جيد، استنشاق جيد، بتقل ضربات سرعه ضربات القلب بتقل، بيبقى تنفس طبيعي، بتكون عافيت نفسك من الامراض والسرطانات اللي بتجي نتيجه للتعاطي ايا كان نوع التعاطي، بيكون في حسن للمظهر، تحسن في الصحه العامه، اطاله في العمر رغم المشاكل الصحيه. ليه؟ لانه اصلا التعاطي بيعمل مشاكل في الرئه، بيعمل مشاكل في البلعوم، بيعمل مشاكل في الاسنان، سواء كان تنباك، سواء كان صعود نايس بشنو سجاير، سواء كان شيشه، كله بأثر. بعد ذاك بأثر على مظهر الجلد، بأثر على الصحة العامة. فإنت لما تعرف الفوائد دي وإنك إنت بيحسن لك حتى الخصوبة بتعلى، لو إنت كنت متعاطي وأقلعت بيحصل خصوبة عالية، الإنجاب بيبقى ما فيه مشكلة، لأنه من آثاره أو مخاطره، مخاطر التعاطي إنه ممكن يعمل بيقول شنو عقم. فعشان كده تاخد الفوائد وبعد ذاك تبدأ. تبدأ والبداية تكون بداية برغبة، وإنك تشيل كل الحاجات الأثار اللي تحفزك على إنك تضعف. يعني تلغي مثلا الطفاية من جنبك، ما تقعد في الحتة اللي أنت مثلا بتشرب فيها السيجارة أو بيصير فيها الصعود، ما 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 تقرب من الأصدقاء اللي بيشجعوك على الحاجة دي. اللحظة اللي أنت بتكون عندك رغبة فيها إنها تأخذ الحاجة دي، تخلق لك أي برامج عن طريق الهواتف الذكية دي، انك تفتح برنامج رياضي، برنامج تعليمي، تقرا قران، حسب، وانك تكون صحي اكثر كمان. طيب يعني ممكن تكون واحده من الحالات اللي انت ذكرتيها، طبعا دي حاله مهمه جدا، لكن هل ده بيتم مثلا بعد فتره معينه؟ يعني الخطوات اللي انت ذكرتيها دي ممكن تحصل بعد كم يزال؟ ممكن يكون هو اصلا واصل مرحله الادمان في انه هو مدخن او غيره، او هو بيتعاطى مثلا تبغى ايا كان هو نوع شنو، بتاخذ زمن حسب كميه التعاطي. لو مثلا هو بدا التعاطي ده مثلا من فتره بدري، عمر 15 سنة والآن هم عمر 45 سنة، بيكون كمية كبيرة من النيكوتين في جسمه، الأعراض الانسحابية بتاعته ذاتها بتبقى صعبة، بيبقى إنسان عدائي، بيبقى قليل الصبر عنده. بنقوم يعني نرشده بأنه الحياة دي حتحصل له، لكن أنت لازم تكون قوي، لازم تبقى، وممكن هو يبدأ ويرجع ينتكس، أو يبدأ ويرجع يشرب مثلا سيجارة أو ياخد سفة. نحن بنقول له دي مريره، لكن تاني ارجع عبدالينا من الاول، وابتعد من العوامل اللي بتساعد على انك او تحفزك انك تتعاطى. امشي على الاتجاه اللي بيخليك انك انت ما تتعاطى وتقلع. جميل. بيكون طيب مركز معاه، وبعدين شنو نخليه يكون له جروب يدعمه، ويكون هو ذاته الجروب ده فيه ناس راغبين عن الاقلاع، بيساعدوا بعض كده. جميل. طب حقيف معاكي بس على حاجة أخيرة، هل ممكن تدينا نصائح مثلا لمرة تانية حابة أنك أنت تذكري بها للأسرة وكمان للمجتمع، على أنه في أطراف كثيرة هي بتساعد على أنه الإقلاع عموما، وزي ما كان الشعار اللي هو بيهدد البيوت عموما في 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 سوداننا وكذا، فممكن نشوف شنو الحلول وكيف أنه الجوانب دي كلها تكون منسجمة ومترابطة على أنها تخلق حلول نهائية وزي ما بيقولوا كده جذرية معاكي. طيب القضية هي قضية مجتمعية وبتشمل كل أطراف المجتمع، حكومات، مؤسسات وهكذا. أهم حاجة عشان يحصل أو نكون مجتمع خالي من تبغ أو من تدخين وأنواعه، إنه نحن نمنع أول حاجة الترويج له والدعاية، وده طبعا شغل بتاع حكومة يعني. بالإضافة لإنه نحن كإدارة بتاعت مكافحة التبغ والمخدرات نضع برامج من رياضة الأطفال، ندرب معلمي رياضة الأطفال في إنه ينشئوا لنا جيل بلا تدخين أو بلا تبغ. كيف؟ بإنه نحن نديهم المعلومات عن إنه مخاطر التدخين هشنو وأثاره، وإنه الزول اللي بيتعاطى بحسب الدوز، يعني الدوز بيكون حسب عمر الطفل. بعد ذاك في المدارس نفس الشيء، ويكون في خلال الأنشطة المدرسية اللي بتقام يخش برامج التوعية والتنوير بالمخاطر وبالمشاكل اللي ممكن تنجم عن نتيجة للتعاطي. بالإضافة للجامعات تتفتح فيها عيادات بتاعة إقلاع عن تعاطي التبغ، يكون في تنوير باستمرار، ربط بالمراكز، الإشهار عن المراكز بتاعت الإقلاع عشان الناس تشجع، وتكون في نركز فيها على مراكز الرعاية الصحية الأولية،
اللي هم المراكز اللي في الاطراف، عشان لو زول حب يقلع وهو في في الجبل ما يضطر يجي الا الخرطوم، ممكن يقابل زول في مركز في الجبل. يعني تكون في مراكز بتاعه اقلاع عن تعاطي الطبق موجوده على مستوى الاطراف وعلى مستوى المحليات السبعه، وبها بيقوم بتتفتح هنا، وانت ممكن من خلال الطبخ ده ذاته تصل لمرحله خطيره انه تكتشف انه الزول ممكن يكون بيتعاطى مخدرات، ودي ذاتها بتساعد في انك انت لما يجيك عشان يقلع تحوله تعمل له حاله لمراكز بتعالج الادمان بتاع المخدرات. طيب لو الناس عايزه توصلكم انتم كقسم الاقلاع عن تعاطي التب وتقديم المساعده والعون لكل انسان راغب في انه هو يقلع عن التدخين، يبدا كمان بدايه من الليله. بنوريه احنا عندنا تقريبا على مستوى السبع محليات حاليا 13 مركز، والان بصدد انه نفتح 23 مركز على مستوى الأطراف بالإضافة للجامعات الكبرى. حاليا عندنا نفتح مركز في جامعة أفريقيا عشان نركز على الطلاب طبعا فيها، وهي أصلا فيها عيادات الجامعات عموما فيها عيادات، ونحن حنفتح عيادات داخل العيادة النفسية أو نعمل مسألة بتاع الدمج لخدمات الصحة النفسية بما فيها جميل. الإقلاع عن تعاطي الطب. جميل، أنا سعدت جدا صراحة بوجودك معنا بكل المعلومات اللي أنت ذكرتيها، وإن شاء الله رب نعيش في مجتمع معافى. شكرا جزيلا لك، بتمنى لك دوام التوفيق والنجاح ويوم يا رب سعيد. شكرا، شكرا الله يسعدك يا رب. شكرا.